اهلا بكم من جديد في فيديو جديد ضمن سلسلة Raster Analysis by ArcGIS. بعد ان انهينا المرحلة الاولى اللي تضمنت الاساسيات، بدينا المرحلة الثانية اللي تتحدث عن قلنا خصائص البيانات من نوع الراستر، وتكلمنا في فيديو سابق عن البيراميدز، واليوم راح نبدا في الكومبريشن. وحتى نفهم شنو هو الكومبريشن، نروح بالبداية الى الارك ماب ونشاهد هذه المرئية، هذه المرئية أو الساتلايت إيمج، وهذه المرئية الثانية لنفس المنطقة، لكن الفرق هسه لما راح نروح نبدأ نكبر زوم في راستر ريزوليوشن، لما نطفي الأولى نشوف إنه الثانية تفرق، حيث إنه بدأت تتشوه، رغم إنه هاي الصورتين هي نفس الريزوليوشن. يعني لو رحنا نشوف الرايت كليك نشوف الريزوليوشن مالها هذه 1 متر، ثم نشوف الثانية أيضا السيل سايز مالها ايضا 1 متر، اذا هي نفس البكسل، لكن الاختلاف هو في الكومبريشن للصوره. فالموضوع الكومبريشن اللي هو ضغط الصوره جدا جدا مهم. الان لو ناخذ زوم الى منطقه اكبر حتى نشوف الفرق اكثر. هسه حاليا هو يعرض لنا بالبدايه الصوره الاولى اللي هي هاي 1، لكن لو طفيناها راح يشوف انه الثانيه بيها تشوه اكثر، الاولى اكثر وضوح، الثانية فيها تشوه. هذا التشوه شنو سببه؟ السبب انه احنا رحنا باستخدام الساز لما جينا نحمل هاي المنطقة، هاي المنطقة، وجينا قلنا له بعد ما حملناها ودنا نسوي لها عملية ستيتش اللي هي عملية لصق، نجي على الستيتش راح يطلب من عندنا الكواليتي لما نحدد جي بي اي جي او لما نحدد اي سي دبليو او بعض الانواع اللي تقبل عملية الضغط، يعني حتى تخفض لنا حجم الصورة. وهذا التخفيض طبعا راح يكون جدا كبير في بعض الأنواع وصغير بعض الأنواع، وشاهدوا بالتفاصيل بعد الجانب النظري. القصد انه احنا لما نجي نختار مثلا الاي سي دبليو راح يطلب من عندنا الكواليتي. الكواليتي كل ما كانت 100% معناتها ماكو ضغط، كل ما قلت راح يزيد عندنا الضغط، وكل ما زاد الضغط راح يقل عندنا حجم الملف، مثل ما نشاهد هاي الصورتين اللي شاهدناها. راح نشوف اللي هي هذه 1 و 2، شوف ال 1 حجمها 8 ميجا، لكن ال 2 حجمها 1 ميجا، 8 ميجا 1 ميجا، يعني الفرق 800%، يعني احنا ضغطناها بنسبة 1 إلى 8. أنا اختاريت لما رحت إلى الساس اختاريت الحجم خليته 50% الكواليتي، فضغط لنا إياها من 8 ميجا صغرها إلى 1 ميجا. إذا هذا الكومبريشن موضوع جدا جدا مهم، لأن هو راح يقلل لنا الحجم، لكن في تاثير على الصوره. ايش وقت احنا نستخدم كومبريشن وايش وقت ما نستخدم كومبريشن تعتمد. خلي احنا نروح نشوف ايضا حتى نفهم هذا الفرق اكثر، خلي نروح الى مثلا الى بارتيشن اخر ونشوف. هذا بالنسبه للصوره صغيره، لكن لو جينا الى هذه الصوره مثلا ونشاهد هاي اللي هي نينوى 2019، لو تشاهد هذه ايضا تم تحميلها بالساس، حجمها 31 جيجا. تخيل انت لو 31 جيجا انت اختصرتها بمقدار ايضا بنسبه 1 الى 8، يعني راح يكون عندك حوالي عندك 4 جيجا، 4 جيجا تفرق عن 31 جيجا، يعني لو اربع صور عندك بحجم 31 فانت البارتيشن اصلا مغلق، راح يقطط عندك. ايضا بارتيشن دي مثل ما اشوف عندي البارتيشنات اللي بيها شغل الجي اي اس مليانه. خلي نروح الى الى الشرح ونشوف شنو موضوع الراستر كومبريشن. الراستر كومبريشن مثل ما قلنا الفائده الاساسيه منه هو ضغط البيانات، اي انه نقلل حجم الملف على القرص الصلب. بالاضافه الى ذلك انه احنا نحسن الاداء لما نشتغل على موضوع لما نشتغل على سيرفر، يعني لو تكون الصوره محزنه على سيرفر واحنا نفتح من حاسباتنا هذه الصوره، هذا الموضوع راح يكون جدا مفيد، لكن هذا موضوع متقدم. خلينا احنا بالاساسيات، وهذا مو موضوعنا حاليا، نحكي عن الراستر اناليسيس. لكن اللي راح نشوفه لما نجي على موضوع الضغط، بانه البيانات المكبوسه راح تكون ابطا. يعني لو كان عندك انت بيانات مكبوسه واخرى غير مكبوسه، غير المكبوسه راح يستعرضها البرنامج بشكل اسرع، لكن البيانات المكبوسه راح تكون ابطا. فاذا هو شيء على حساب شيء اخر، لما انت تكون اولويه عندك الحجم راح تضحي بالسرعه، لو كان عندك الاولويه السرعه فانت راح تضحي بالحجم. فاذا البيانات المكبوسه ايش راح يسوي البرنامج؟ راح يسوي لها ديكومبريس، راح يفتحها دائما في كل مره.
البرنامج ArcGIS يضغط البيانات باستخدام واحدة من هاي الصغر، إما Image IMG اللي هو أو JPEG أو JPEG 2000 أو TIF أو SGGRID، أو ممكن تخزنها داخل الجيو داتابيس. لكن البرنامج ممكن يتعامل مع عدد من الصيغ، يعني هاي الصيغ اللي هو يضغط باستخدامها، لكن هو ينطيك هاي الصيغ المجموعة اللي أنت ممكن يتعامل معها، يدعم LZ77 اللي هي احنا نسميها الديفولت مال البرنامج. يعني هذه خليها ببالك، ال LZ77 هي الديفولت مال البرنامج واللي هي ضغط لكن بدون فقدان بيانات. طيب شنو فقدان بيانات؟ هذا موضوع جديد راح يجينا، اللي هو فقدان البيانات هذا موضوع جدا مهم، لان اكيد انت ما راح تضغط راح تفقد جزء من البيانات، لكن هذا يعتمد على نوع الضغط. يعني نوع الضغط، هل انت راح تستخدم تقنيه LZ JPEG JP2000 او packets او LZ او RA الى اخره، او ما تستخدم ضغط. اذا هناك عندنا شيء اسمه لوزي اند لوزليس كومبريشن، فاذا اكو فقدان البيانات عند الضغط، واكو بيانات لما نضغطها ما راح نفقد هذه البيانات. طيب احنا متى راح نختار اللوزي او اللوزليس كومبريشن؟ تعتمد، خلي بالبداية احنا قبل ان نختار اللوز كومبريشن اللوزي او لوزليس كومبريشن نفهم شنو اللي يصير. عفوا، لما نختار الفرق ان اللوزليس يعني ماكو فقدان بيانات، يعني قيم الخلايا البكسل ما راح تتغير. فاذا ما راح تتغير فمعناته انت راح تقدر تستخدم هذه الطريقة او هذا الضغط في عدة استخدامات. اذا كان استخدامك من اجل تحليل فانت راح تروح باتجاه لوزليس، يعني تريد البيانات تبقى محافظ عليها ما تريد تفقدها، فاذا تستخدم اللوزليس كومبريشن، يعني نوع الضغط اللي ما بيفقدان بيانات، واللي هو يشمل هاي الصيغ اللي هي LZ77 الباكتس والCCITT، هذه ما يصير بها فقدان. ايضا اذا كنت تستخدم بيانات من نوع ديسكريت فراح تستخدم اللوزليس، اي واحده من هذه الصيغ. اذا كانت المدخلات اصلا، اذا كنت لا تخطط لاحتفاظات البيانات الاصليه، يعني بيانات راح تستخدمها فتره وتتركها ما عندك استخدام، ما راح ترجع لها مره ثانيه، فاذا انت ما راح ما مهم عندك انت البيانات. الموضوع الثاني اللي قلنا الصيغ هي ال LZ وال 77 والباك بيتس وال CCIT، ومثل ما قلنا الصيغه الافتراضيه للبرنامج اللي هي ما بيها فقدان الضغط اللي هي LZ77. لكن الاشكاليه وين؟ الاشكاليه انه هذا الضغط بنسبه قليله، يعني 1 إلى 2، يعني لو واحد عندك صوره حجمها 1 جيجا راح يضغط لك اياها الا 500 ميجا فقط، يعني يضغط لك اياها بنسبه النصف او الثلث. بينما اللوزي كومبريشن اللي هو يستخدم الجي بي اي جي وجي بي اي جي 2000 ممكن يصل نسبة الضغط من 1 إلى 20، يعني الواحد جيجا ممكن ينزل لك حجمها إلى 50 ميجا. لكن مثل ما قلنا هذا شنو ميزته؟ إنه تتغير أو تنفقد عندك بيانات، فأنت إذا تريد تستخدم تحليل ما راح تستخدم نسميه نموذج اللوزي كومبريشن، وتروح باتجاه اللوزليس، يعني تختار كومبريشن مع واحدة من هاي الأنواع. إذا أصلاً أنت عندك مساحة كبيرة وما تحتاج أصلاً، لا تسوي عملية الضغط وحافظ على الصورة مثل ما هي على نفس الدقة مالها ونفس البيانات تبقى، بحيث ما تخسر أي بكسل ولا القيمة اللي مخزونة داخل هذا البكسل. مثل ما قلنا احنا، مثل ما نعرف ان احنا كل بكسل له قيمة، وهاي القيمة نسميها اليونيك فاليو، تختلف حسب نوع الصورة وحسب البكسل ديبث. والبكسل ديبث راح نجي يعني، أو ممكن ما راح نشرحه سريع، لأن استاذ حاتم طارق شرحه بالتفصيل في فيديو، راح اخلي لك رابط بالوصف حتى ترجع لهذا الفيديو، لان ضروري تفهم شنو هو البيكسل ديبث. مثل ما قلنا ببساطه، البيكسل ديبث هو عدد القيم اللي ممكن احنا نخزنها في كل بيكسل، وعندنا عده انواع من البيكسل ديبث. خلينا نركز حاليا، وصلنا الى اللوزي كومبريشن. مثل ما قلنا راح نفقد بعض البيانات، راح نفقد الموجوده داخل البيكسل، فاذا وين راح نستخدمه؟ نستخدمه اذا كنا نحتاج الراستر كخلفيه، يعني كخلفيه نرسم عليها بوينت، نرسم عليها لاين، نرسم عليها طرق، شوارع، ما نحتاج هذه الراستر حتى نسوي منها اكستراكت مثلا، او نسوي عليها عمليات تحليل الى اخره. وايضا اذا كنا نحتاج الاقتصاد بحجم القرص، يعني قرص الصلب عندنا 50 جيجا، واحنا عندنا صورتين كل واحده 25 جيجا، اذا راح ينتهي القرص الصلب فنحتاج نسوي كومبريشن، لكن ايضا بشرط انه هي ما مخصصه لاعمال التحليل. في التحليل نروح باتجاه اللوزليس كومبريشن ونختار واحده من هذه الصيغ. وين شاهدنا احنا؟ لو تذكروا في الفيديو السابق تعرضنا لموضوع الكومبريشن وين،
لما كان تحدثنا عن البيراميد، والبيراميد ايضا كان بيميزه انه يعطينا بيراميد كومبريشن، هل تختار جي بي اي جي، ال زد، نون جي بي اي جي وهكذا. اذا راح نتعرض لموضوع الكومبريشن في اكثر من منطقه. هذه ما راح ادخل بكل تفاصيلها، اللي راح اخلي لك الباوربوينت موجود في القناه اللي موجوده على التليجرام، وهسه راح نشوفها حتى تقدر ترجع لهاي التفاصيل اذا بدك تقراها بالتفصيل، او تطلع راح اخلي لك دائما ملف بي دي اف في القناه الموجوده على التليجرام، تقدر ترجع حتى يكون مرجع عندك، لان المعلومات تفصيليه كثيره يجوز ما تقدر نحفظها. نرجع الى اللوزي كومبريشن وصيغته الشهيره اللي هي جي بي اي جي وجي بي اي جي 2000. وهذه الصيغ مثل ما قلنا تخزن بنسبة كبيرة تصل إلى 20 ضعف، يعني الواحد جيجا إلى 50 ميجا مثل ما شرحنا سابقا، على عكس اللوزليس اللي هو LZ7 اللي هو يخزن 1 إلى 2 أو 1 إلى 3. لكن بصورة عامة أنت إذا تشوشت وحرت أن يخزن لوزي أو لوزليس أو من هذه، خليك ببساطة استخدم ال LZ77 اللي هو الديفولت مال البرنامج، وهي صيغة لوزليس، يعني تقدر تستخدمها هنا وتستخدمها في هذه المنطقة. ايضا هي تقلل لك الحجم بنسبه يعني 50 الى مثلا نسبه 1 الى 2 او 1 الى 3. لكن عندنا شويه ملاحظات. مثل ما قلنا احنا لما نتعامل مع اللوزي كومبريشن اكو عندنا بيت ديبث، والبيت ديبث قلنا اللي هو عدد شلون سميناها الظواهر اللي ممكن نمثلها في بكسل واحد، يعني لما يكون عندك 1 بت انت ايش تستخدم جي بي اي جي لو جي بي اي جي كومبريشن، زين لما 8 بت ايهما افضل؟ ارجع لهذا الخلاصه راح اشوف ان 8 بت تستخدم معها جي بي اي جي هي الريكومندد المفضل، اذا 16 بت راح يخزن لك 12 بت، راح تلاقي هذه الملاحظه موجوده ايضا جوا. عندنا الضغط، لما راح نبدا نضغط الجي بي باستخدام الجي بي اي جي او جي بي اي جي 2000 قلنا راح يعطينا مستوى الضغط مثل ما شفنا من 1 الى 100 مثل ما شفنا في الساس. لو روح الى الساس راجعها لحظه اخيره تشوف انه من 1.95% الى 100%. لو كان عندك 100% مثل ما قلنا راح ينطيك اياها بدون ضغط، كل ما نزلت الى 1% راح يزداد الضغط وبالتالي يقل الحجم، لكن نوعيه الصوره تبدا تقل، واذا قلت نوعيه الصوره معناتها انت الداتا بديت تفقدها. الجي بي اي جي نسبه الضغط ليه من 1 الى 10 والجي بي اي جي 2000 من 1 الى 20، فاعلى ضغط عندك باستخدام الجي بي اي جي 2000. بالنسبه لللوز لوس لوز ليس كومبريشن عندك LZ77 مع كل بت ديبث عندك مواصفه المفضل مع الواحد بت ومع ال 64 بت. عندنا ملاحظه انه احنا عندنا خزن الراستر بصيغه جي بي اي جي او لما نخزن الجي بي اي جي بالنسبه في البيرسونال جيو داتابيس او بالفايل ديسك ممكن نخزن الراستر بدون فقدان بيانات اذا وضعت قيمه الضغط على 100، يعني اذا خليناها على 100 فانت ما راح تفقد اي بيانات، لكن ما نقدر نحافظ على هذه الصوره بدون فقدان اذا استخدمنا فايل جيو داتابيس او الانتربرايز، يعني مثل ما تعرف احنا عندنا بيرسونال جيو داتابيس وفايل جيو داتابيس وعندنا انتربرايز جيو داتابيس اللي هي خاصه بالمؤسسات. فاذا كنت تستخدم النوعين الفايل جيو داتابيس او الانتربرايز تستخدم نوع ضغط LZ77 حتى تحافظ عليه بدون فقدان بيانات، لكن اذا كنت تستخدم بيرسونال جيو داتابيس وعم تستخدم جي بي ممكن تستخدم جي بي اي جي لكن بدق بشلون نسبه الضغط 100 حتى ما تخسر البيانات. عندنا هذه مجموعه من الصيغ اللي يدعمها البرنامج ومع بيكسل 8 ومع بيكسل 16 كمثال حتى تشوف انت اي المناسب لك مع الملاحظات الموجوده. فقط احنا نشير الى انه عندنا طريقتين لتغيير الاعدادات الخاصه بالضغط، نقدر نروح اللي هي وحده من الراستر جيو داتابيس ونروح من الانفايرمنتال سيتنج. خلي نروح كل وحده ونشوف شلون نقدر نصلها حتى شلون نقدر نوظف هذا الشيء بالبرنامج. لو تجي على اي راستر انت تريد تسوي راستر اناليسيس، تريد تسوي نيو راستر، تيجي عليها لما تختار النيو وتختار راستر داتا سيت راح يطالبك بالكمبريشن والكمبريشن تايب. البرنامج شويه بطيء، لكن وين راح تلاقي؟ ما راح تلاقيها في الاوتبوت او الاسم او الحجم الخليه او مثل ما قلنا البيكسل ديبث. راح يطالبك بالجيو داتابيس سيتنج،
راح تنزل الى الاسفل، راح تلاقي يطالب منك الكومبريشن. الكومبريشن شنو النوع انت اللي تريده؟ يحددك لي قدام، لان انت عم تسوي راستر داتا سيت جديده، يعني كانه عم تسوي شلون كنا نسوي هناك في الفيكتور، كنا نسوي الفيتشر كلاس، ايضا هنا احنا عم نسوي النيو راستر داتا سيت. فتختار نوع الخزن، لو اختارت مثلا جي بي اي جي راح يضيف لك هذا الدقه الديفولت 75، لكن 100 مثل ما قلنا معناتها ماكو كومبريشن. ثم تنزل له ايضا لو دخلت الى جي بي عفوا الى جي بي اي جي 2000 ايضا راح يطالبك بالخزن، لكن مع ال LZ77 ما راح يطالبك بالخزن. هاي الصيغه الاولى اللي قلنا نجيها منين؟ من كرييت راستر داتا سيت، لان احنا نتعامل مع الخزن وين؟ مع الراستر داتا سيت. الصيغه الثانيه تجي الى جيو بروسيسنج وتجي على الانفايرومنتس. الانفايرومنتس هي اللي تطلع عندك انت دائما. هاي الانفايرومنت وين شلون نقدر نوصلها؟ لو لما انت تجي تريد تسوي مثلا كليب بالراستر او لاي لو تجي تريد تسوي كليب مثلا الراستر اللي هي داتا مانجمنت او اي اداه اخرى، الانفايرومنت تجي لها من هاي النقطه. دائما عندنا شيء اسمه الانفايرومنت. هاي الانفايرومنت هي شلون نسميها؟ الظروف او الشغلات اللي الديفولت مال البرنامج، للجيو داتا بيس، للراستر، للورك سبيس، للاوتبوت مالك مثلا وين يخزن. هاي الاساسيات وين يخزنها البرنامج. فتجي على الراستر ستورج، زين راح تشوف ايضا انه انت عندك هنا الكومبريشن، تحدد نوع الكومبريشن خصوصا لما تستخدمها مع البيلد بيراميدز او مع امور اخرى. فاذا راح يطالبك انت شو تريد، ممكن انت تقول له نون كومبريشن بدون كومبريشن، او تختار احدى هاي الصيغ اللي ذكرناها في ملف الباوربوينت اللي راح تلاقيه في القناه. لو اختارت مثلا جي بي اي جي راح يطالبك ايضا في النسبه الكومبريشن كواليتي اللي هي درجه الضغط. الموضوع بسيط لكن فيه شويه تفاصيل نظريه، لكن هو جدا مهم احنا نفهم. دائما راح تواجهنا جي بي اي جي وجي بي اي جي 2000 ويواجهنا LZ77، لكن ما نعرف شنو هاي المصطلحات واي نختار. الان بعد ما شفنا هذا الملف نقدر نرجع باي وقت الى هذا الملف ونعرف اي الافضل. مثل ما قلنا احنا لما نريد نستخدم لاغراض التحليل نستخدم ال LZ7 او الباك ريت اللي هو اصلا مستخدم مع ال TIF زين او ال CCITT. اما اذا كان عندنا فقط مجرد رسم نستخدم واحده من هاي الصيغ ونضغط حجم الصوره اللي احنا نحتاجها حتى نقلل من حجم. شلون راح نضغط وشلون راح نسوي باقي التفاصيل راح نجيها لاحقا لما نشتغل على شلون نسوي راستر جديده وشلون نسوي موزايك داتا سيت بالجوانب العمليه اكثر، لكن هاي اساسيات لازم نضبطها حتى من نتكلم لاحقا شنو معنى الضغط. نقول ارجع مثلا للفيديو تقدر ترجع له لو ما كنت شاهدته. بقى الشغله الاخيره انه احنا خلينا نروح الى التليجرام حتى نشوف وين التليجرام حتى نشوف هاي القنوات اللي احنا سويناها. مثل ما تذكر راح تشوف بالروابط بالوصف ابديت يور سكيل، هاي القناه الاولى اللي راح تلقي بيها روابط، راح تلقي بيها ملف مثلا ملفات جيو داتا بيس، برامج، الشغلات اللي احنا نحتاج او اللي نذكرها بالكورس راح تلقيها موجوده. هذه غير مخصصه للنقاش، فقط تلقي بيها الروابط واللي تقدر تحمل منها الشغلات اللي تحتاجها. لكن الثانيه اللي هي ابديت جي اي اس سكيل كوميونتي اللي هي مخصصه للنقاشات والاسئله، اي احد من الاصدقاء يحب يسال سؤال لو اعرف اني راح اجاوب او احد الاصدقاء ممكن يجاوب. القصد انه احنا راح نتبادل بها المعلومات والنقاشات واي شيء اخر ممكن احد الاصدقاء يطلب بيانات، ممكن اشخاص يجاوبوا، ممكن انا اجاوبوا او اي شخص اخر. المحاضره ايضا يمكن كانت طويله لكن التفاصيل كثيره. وشكرا لمتابعتك ومشاهدتك هذا الفيديو، وتقبل أرق تحياتي.